لإيجاد هسه مقدار بيتا باعتبار أنه أنا لازم أحتاجه بحساباتي، فأحتاج أنه أحسب مقدار قيمة الفيدباك جين. الفيدباك جين هو راح يكون مساوي إلى مقدار قيمة فولتية الفيدباك على فولتية الأوتبوت. إذا أنتبه على الدائرة المكافأة مالتي راح يكون الجزء مالتي بهذا الشكل، وكأنه أنا عندي مقاومتين، هذه مقاومة وهذه مقاومة، العشرة كيلو وعندي الميتين أوم، والفولتية المسلطة عليهم راح تكون هي جزئين. الجزء الأول راح تكون هذه الفولتية الكلية المسلطة عليهم اللي هي تمثل مقدار قيمة الفي آوت، والجزء الثاني اللي راح تكون الفولتية اللي موجودة على عنصر الفيدباك اللي هي راح تكون مساوي إلى مقدار قيمة فولتية الفيدباك. فمن أحسب هسه مقدار قيمة بيتا وكأنه مجزئ فولتية، يعني إذا أحسب مقدار قيمة الفيدباك فولتج أقول في فيدباك هي عبارة عن مقدار قيمة الفي نوت على الميتين على ميتين زائد العشرة كيلو، وبالتالي من هذه المعادلة مقدار قيمة بيتا اللي تساوي لمقدار قيمة فولتية الفيدباك على البي أوت راح تكون مساوية إلى الميتين على العشرة بوينت اتنين اللي هي باعتبار بالكيلو أوم، وراح تكون مساوية هذه بعد ما أنه أحسبها راح تكون بوينت أو واحد ناين سكس، هذه مقدار قيمة كسب فولتية كسب الفيدباك جين. زين هسه أحتاج أنه أستمر بما بالتحليل مالتي لإيجاد مقدار قيمة بقية البارامترات المطلوبة من عندي، واعتمد على اليمن على الدائرة اللي هي تعتبر هذه الدائرة المكافئة. خلي انتبه على العناصر بعد ما انه رسمنا الدائرة مالتنا. اذكرنا انه هذا الحد هو عبارة عن الـ RA واحد زائد مقدار قيمة الـ HFE، والسبب هو بتأثير هذه المقاومة الموجودة وين على الإميتر للترانسستر الأول. هذه المقاومة هي الـ HIE، هذا التيار هو عبارة عن تيار البيس الأول، هنا راح يكون عندنا هذا هو عبارة عن مصدر التيار اللي قيمته HFE في مقدار قيمة تيار البيس الأول. هذه الـ R15 هي الدائرة المقاومة المكافئة للمقاومات اللي هي 1 كيلو 15 كيلو وال5 كيلو، ثلاثتهم اعتبرتهم بالتوازي وسميتهم R15 2. نفس الكلام الـ R15 1 اللي هي هذه هي عبارة عن المقاومة الثمانية والاثنين بالتوازي، اختصرتهم سميتهم R15 1، هذا مصدر V-Source، وهنا عندنا الخمسة كيلو أوم. زين وذكرنا ملاحظة أنه دائما إذا كان عندي مصدر تيار بالإدخال وكان الفيدباك بالإدخال نوع الفيدباك بالإدخال هو فولتج، فأحول مصدر التيار إلى مصدر فولتية لتسهيل عملية التحليل. زين انتقل لهنا، هذا راح يكون عندي تيار البيس الثاني I base 2، هذه المقاومة هي الـ HIE، المصدر اللي هنا راح يكون هو عبارة عن الـ HFE في مقدار قيمة تيار البيس الثاني. هسه احتاج انه شنو استمر بالتحليل، فاذا انتقل هسه اللي هنا على الدائرة مالتي، اولا مقدار قيمة الـ VN فولتية الادخال هي الفولتية المسلطة على مقاومة الـ HIE، فهنا راح يكون عندي، خلي اميزهم راح اكتبهم بلون ثاني، هذه راح تكون هنا عندنا فولتية الادخال، هذه راح اسميها الـ VN. زين عندي بعد الـ V1 اللي هي راح يصير عبارة عن الـ Vout، طبعا هي الفولتية اللي موجودة على اللود، الفولتية اللي هنا موجودة عندي على الـ HIE بالنسبة للترانسستر الثاني، هذه هنا راح اسميها مقدار قيمة الـ VN2 حتى اميزها عن مقدار قيمة الـ VN1، واميزها عن مقدار قيمة الـ Vsource. فهسه إذا أريد أحسب مقدار قيمة الجين راح يكون عندي أولا كسب الفولتية راح يكون مساوي إلى فولتية الإخراج إلى فولتية الإدخال، هذه باعتبار جاي أحسب أنه فولتية كلية في أوت الكلي على الفي إن الكلي، هذه أقدر أستخدمها أقول هي عبارة عن الفي أوت إلى الفي إن 2، في أوت إلى الفي إن 2 اللي هو كسب المرحلة الثانية مضروب في الفي إن 2 الى مقدار قيمة الفي إن اللي هو يمثل مقدار قيمة كسب المرحلة الأولى، يعني هذا راح يكون هو عبارة عن الاي في الجين للمرحلة الثانية، وهذا هو اي في للمرحلة الأولى. زين هسه خلي اشيك مقدار قيمة الفي اوت، الاوت بوت هي الفولتية اللي موجودة على هذه المقاومة، فأنا هنا عندي مقاومتين مربوطات على التوازي، أوجد المكافئ مالتهم، هذول المقاومتين اللي هما المقاومة هذه الأولى، هذه اللي هو هذا الفرع اللي هو قيمته 10 زائد الميتين توالي بالتوازي مع المقاومة اللي هي الواحد كيلو. فالفي اوت راح تكون مساوي إلى التيار مالت المصدر راح يتحرك بهذا الاتجاه، راح يكون قيمته ناقص اتش اف اي في مقدار قيمة الاي بيس 2 في مقدار قيمة المقاومة اللي هي العشرة بوينت اثنين توازي مع الواحد كيلو، والنتيجة راح تكون مساوية إلى باعتبار عندي قيمة الـ HFE هذول الرقم راح تكون بدلالة الـ IB2 سالب 45.5 في مقدار قيمة الـ IB2.
زين، بعدها يحتاج انه احسب مقدار قيمة الـ V2. الـ V2 هي الفولتية اللي موجودة على المقاومة HIE بدلالة تيار البيس الثاني، فأقول هي تساوي لي مقدار قيمة الـ I-Base 2 في مقدار قيمة الـ HIE. وبالسؤال طبعا هو مطيني مقدار قيمة الـ HIE، بالسؤال منطوق السؤال قيمة الـ HIE بالسؤال هو 1 كيلو، فبالتالي راح يكون عندي IB2 في الواحد وساوي لي مقدار IB2. زين، احتاج هسه اقول انه مقدار قيمة الجيل للمرحلة الثانية هو عبارة عن الـ Vout الى الـ Vin2، وراح يكون مساوي الى، اعوض هسه اللي هنا انه راح يكون عندي ناقص الـ 45.5 IB2 على قيمة الـ Vin اللي هي بدلالة الـ IB2، طبعا اثنيناتهم بالكيلو، والنتيجة هي ناقص 45.5 هذا الجيل للمرحلة الثانية. طيب خلي احسب الجيل للمرحلة الاولى اللي هو الـ Vin. الـ Vin هي الفولتية هنا باعتبار انه انا عندي R2 وعندي المقاومة هنا اختصرناهم راح يكون عندنا، فمقدار قيمة الـ Vin هي الفولتية على مقدار قيمة الـ HIE، فاحسبها راح تطلع عندي مقدار قيمة الـ Vin. الـ Vin المسلطة عندي اولا الـ HIE توالي مع المقاومة الـ RA1 زائد HFE، والفرع كله توازي مع الـ R2-1. فبعد ما احسبهم اقول اذا مقدار قيمة الـ Vin هو عبارة عن قيمة الـ IB1 اللي هو هذا التيار في مقدار قيمة المقاومة اللي هي راح تكون R2-1 توازي مع RA1 زائد HFE زائد قيمة الـ HIE، والنتيجة بعد ما أعوض عن هذول الأرقام راح تطلع هي 10.996 من قيمة الـ IB1، طبعا هذول كلهم بالكيلو أم. زين، انتقل هسه هنا لحساب مقدار قيمة الـ AV، فبالتالي راح يكون عندي كسب الفولتية 1 للمرحلة الأولى هو راح يكون مساوي للـ VN2 على مقدار قيمة الـ VN. الـ VN2 أنا حسبتها بالخطوة اللي سبقت هذه، فراح تكون هي بدلالتها، ومن عندها راح أطلع مقدار قيمة الـ VN1. فمن أعوض هسه اللي هنا على مقدار قيمة الـ VN1 والـ VN2 راح تكون كلها بدلالة مقدار قيمة الـ الاي بي يختصر بالحالتين، فراح يطلع عندي الناتج هو مساوي الى مقدار قيمة تقريبا هو باعتبار 1.9 سالب، طبعا الاشارة باعتبار هنا أنا عندي سالب مقدار قيمة الفي ان في ان 2 اتش اي اي الموجب، العفو باعتبار هذا موجب، هذه اشارته موجبة وهذا اشارته موجبة، فتقريبا راح يكون هو مقداره 2. هسه اتشيك الكسب الكلي، اقول اذا مقدار قيمة الكسب الكلي هو عبارة عن كسب المرحلة الأولى في كسب المرحلة الثانية مثل ما ذكرنا ببداية التحليل، والنتيجة راح تكون مساوية إلى مقدار قيمة الاثنين مضروبة في مقدار قيمة السالب 45.5، والنتيجة راح تكون مساوية إلى 90 سالب 90 91. زين، هسا أقول إذن مقدار قيمة كسب الفولتية للفيدباك راح يكون مساوي إلى كسب الفولتية على 1 زائد بيتا في مقدار قيمة كسب فولتية الفيدباك، والنتيجة أنه 91 على 1 زائد مقدار قيمة بيتا حسبناها بالخطوة اللي قبلها كان قيمتها مقدارها 0.0196 بوينت، هذه قوس 1 قيمتها 0.019 هذه 0.196 مضروب في مقدار قيمة الجين اللي عندي اللي هو ناقص 91، هذا كله مقسوم عليه، والنتيجة راح تطلع عندنا هنا هي عبارة عن طبعا سالب مع سالب، هذه بعد التختصار راح يكون عندي هنا رقم سالب، فالنتيجة هي راح تكون 32.7. زين، استمر بالتحليل لحساب مقدار بقية البارامترات. راح يكون هنا هسه عندي مقدار قيمة البارامتر تي اللي هو يمثل مقدار قيمة بيتا في كسب الفولتية، والنتيجة راح تكون عندنا 0.0196 في مقدار قيمة كسب الفولتية اللي هو عبارة عن 91، هاي سالب، النتيجة راح تكون عندنا هنا سالب 1.7836. زين، هسه احتاج انه احسب مقدار قيمة الـ RN feedback، بما انه نوع التوبولوجي اللي عندنا فولتج، فحسب الجدول اللي ذكرناه في احد المقاطع السابقة المتعلق بكيفية تحديد مقدار قيمة الـ RN والـ ROUT والتوبولوجي حسب النوع، بما انه فولتج فهي المعادلة مادة RN 1 زائد بيتا في مقدار قيمة كسب الفولتية. الـ RN نحتاج انه نستخرجها من الدائرة المكافئة اللي وجدناها اللي هي من هذه، الـ RN راح تكون هي عبارة عن مقدار قيمة الـ HIE
زائد الار اي واحد زائد يعني هذه المقاومه اللي هي المنظوره منها هذه الار ان هذا الفرع. فمن اشيك هسه اللي هنا راح يكون عندي مقدار قيمته يساوي قيمه الار ان قلنا اتش اي اي هذه زائد ار اي واحد زائد مقدار قيمه الاتش اف اي هذا الكل الحد الاول كله مضروب في هذه في مقدار قيمه الواحد زائد 0.0196 في مقدار قيمة الجين اللي هو عبارة عن السالب أو نقدر هذا الرقم مباشرة سالب 91 والنتيجة راح تطلع عندي مقدارها هي تقريبا راح تكون مساوية إلى 30.6 كيلو أوم هذه الار ان. زين أحتاج بعد شنو أحسب مقدار قيمة الار نوت فيدباك اللي هي راح تكون مساوية إلى الار نوت على واحد زائد بيتا في الأي. الار نوت هي راح تكون عندي مقدار قيمة المقاومة المنظورة ما بعد اللود ونفس الكلام المقاومة المنظورة ما بعد اللود هي حتمثل هذه المقاومة اللي هي العشرة مع الميتين بالتوالي وراح تكون عندي مساوية إلى 10.2 كيلو أوم على مقدار قيمة الواحد زائد 0.0196 في ماينس 91 يطلع عندي مقدار قيمة الار نوت راح تطلع هي 327.2 هذه أوم. لأن ذكرنا بالملاحظات أنه إذا كان عندي نوع التوبولوجي فولتج الار ان عالية الار نوت راح تكون قيمتها قليلة. فبالتالي هسه استخرجت كل المطلب يعني خلينا نقول مطلب السؤال أو كل مطالب السؤال تم تحقيقها بالتحليل اعتمادا على الدائرة المكافئة واعتمادا على البروسيجر اللي ذكرناه في آلية تحليل دوائر الفيدباك سيركت.